السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة الدواء اللي أعطيناه من يومين. أهو الدواء ده يا جماعة ساحر لعلاج الإسهال، أنتينال شراب بشري وسيلوستين أيضا بشري 250. زي ما فكرت حضرتك قبل كده، قلت لحضرتك في الفيديو، انا عامل الفيديو ده عشان اقول لك على النتيجة اللي حصلت معانا. ايه ده؟ كان ب10.5 عشان اللي ما شافش الفيديو اللي فات، وده ب4.75 جنيه. الاتنين دول خدنا قرصين من ده يومها عشان تبقى فاكر، زي اللي ما شافش الفيديو بقول برضو بكرر عشان ما يبقاش كتر كلام. قرصين من ده، خدت قرصين حطيتهم على لتر ميه اللي هي المسقه بتاعتنا، واسيب لكم برضو رابط الفيديو لمده 12 ساعه. انا قلت لمده 3 ايام، لكن هو من اول يوم جاب نتيجه قرصين لمده 12 ساعه، وال 12 ساعه التانيين باليوم من اليوم من ده 5 سم اللي هو حطيناهم ايضا في اللتر الميه لغايه العلامه دي، فيها 3 علامات. أول علامة 5 سم، اللي بعدها 10، اللي بعدها 15، أو تعتها بسرنجة لو ما انتش عارف شايف العلامات أهو. 5 10 15 تدي 5 سم على اللتر، 12 ساعة لمدة 3 أيام في حالة الإسهال العادي. لو الإسهال الشديد أو سالمونيلا، هو ده كان ده بيعالج السالمونيلا المضاد الحيوي، ده عالج السالمونيلا. لو سالمونيلا اتي 5 ايام، او حالة اسهال شديد اتي 5 ايام. لكن انا والله اعطيت منه يوم واحد وما شاء الله جاب نتيجة، هوريكم انا عرفت ازاي. طيب هنشوف، نشيل الدواء، اسيب لكم الرابط بتاع الفيديو تشوفوه. ده زغلول اهو، من الزغاليل اللي انا شفتها كان عندها اسهال. الزغلول اهو، هنجيب الزغلول بيبان من هنا اهو، حضرتك شايف، نمسك رجلين الزغلول معلش كده اهو. ده اثار الاسهال اللي قبل كده، حضرتك نشف ازاي؟ ناشف اهو، تعرف من كده الاسهال نشف، يعني الاسهال ده مش من النهارده، الاسهال ده كان امبارح، كان طري وكنت تشوف الزغلول كده معكوك، لكن نشف، تعرف ان العلاج بيجيب نتيجة. لكن هنكمل ال3 ايام برضو، مش هنوقف العلاج، كمل ال3 ايام. لكن انا بقول لحضرتك الدواء ده، الدوائين دول ساحر بيعملهم السحر، مش هتصدق الدوائين دول بيعملوا ايه في علاج الاسهال. بشري رخيص جدا، تمام. هنشوف كمان اثار الاسهال اللي كانت تحت الزغاليل اهو، كنت تلاقي هنا. طبعا انت عارف الزغاليل بتعمل بره، الزغاليل هي نايمه بتعمل بره كده، نشوف اهو بدات تعمل طبيعي اهو. ده كنت تشوفه اسهال، لكن بقى طبيعي افتكر او اقرب للطبيعي جدا. شوف هنا اهو، معلش يعني مناظر كده، بس لازم نوري لحضراتكم يعني، تمام اهو كده. الزغاليل دي فيش، تمام اهو كده، دول اهو. شوف هو الزغاليل بتخرج، الزغاليل في عمر كبير شوية بيخرجوا يعملوا برا. طبعا حضرتك عارف الزغاليل مش بيعمل تحته، خصوصا لو هو كبير. شوف اللي عاملة الزبلة بتاعته، يعني ايه اهو، اتحسن جدا عن اليوم اللي انا عطيت فيه الدواء من اول يوم يا جماعة. هنكمل برضو ال3 ايام لان الحالة مش مستدعية. لو الحمام اللي عند حضرتك الاسهال عنده جديد هتدي 5 ايام زي ما قلنا، لكن انا هدي 3 ايام لان انا ملاحظ تحسن كبير والحالة ما كانتش مستدعية. بعد كده هدي، لكن هدي رفع مناعة سيلينيوم او جروفيت بلاس
الاتنين اللي عندي او اي فيتامين عند حضرتك، لكن محدش يعطي اي نوع من الفيتامين حذاري بيزود الاسهال، محدش يأتي مع الاسهال. لازم تتأكد اول ان الحمام خف تماما، ما عادش عنده اسهال او ما بياخدش اي ادوية تانية تعطيله رفع مناعة بعد العلاج. بكده اكون خلصت موضوع النهاردة، الانتينال والسيدوستين الدواء الساحر لعلاج الاسهال. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.